بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا محرك 407 بنزينة، فما منهم 2 لتر و2.2 و1.8 أنواع. باش نوريكم كيفاش الكلاج متاعه، أو الميزبوان، أو تعديل الحزام، أو ضبط الحزام في المحرك هذا. هذا محرك يعني موجود في البيجو، في السترون، في البنزينة، اللي هي السبتة متاعها تجي هنا. طبعا السبتة متاعها هذه تجي هنا. عندنا شنو عندنا هنا؟ هذا أخطاء كاش. طبعا قبل ما نفكوا الكاش، باش نفكوا السبور هذايا، الحامل هذايا، لازم نحطوا كريك تحت المحرك من اللوطة باش نحميه من الارتياح، ونفكوا 3 بولونات هذوما، 3 بارات هذوما، ونفكوا السيبور هذايا كامل، والبنونة هذه اللي في وسط السيبور هذايا ناخذوه كامل نفكوه. نلقوا غطاء نتاع الكرواي، يبدا نتاع الشين كرواي يبدا باين لنا. طبعا بعد ما نفكوا، قبل ما نفكوا الغطاء هذايا، لازم نفكوا السبتة العادية اللي هي الكرواج العادية، هذه الحزام العادي هذا كان فكوه زاد حتى هو قبل ما نفكوا الغطاء هذايا. هذايا تقريبا الغطاء يعني تقدر انت يعني فيه بنات من فوق وبنات من اللوطة، تفك سهل ما في شيء. قبل ما تفك تفك البولي هذه، البولي هذه 4 بنات تفكها، ما تفكش البولون من الوسط هذاك، خليه 4 بنات هذوما، 4 براغي هذوما تفكهم. وبعد تلقى القطعة هذه اللي ورتهوكم تفكها من مكانه هو من فوق ومن اللوطة اللي هو هذا، تفكها من مكانه بعد ما فك البولي وتفك الحالات اللي قلت لكم عليها. طبعا بعد ما فك القطع هذا كنت تلقى حاجة زي ما هذه، يعني تلقى 2 بركمات وبلاصة الكرنك هذه كما تاع البنيوم تاع الكرنك، وتلقى مضخة الماء، وتلقى 2 صندلات هذوما. هذه المكونات نتاع السبتة كاملة سهلة ما فيها شيء، يعني سبتة تمشي عادية تدور على الحالات هذه كلها وترجع في مكانها كما هذا مثلا، يعني نفس الشيء هذاك هو نفسه. يعني هنا قبل نفك البولي هنا، طبعا هذه شو كلها هنا بجنبك، هنا المضخة الدراوليك والتوندر المولد بتاع الكهرباء، كل هذا ما كلهم موجودين قدامك. طبعا لازمنا ندور المحرك اللي نجيبه الاماكن تاع البونات هذوما اللي مقمر هنا بالفلفل الاحمر هذوما، تحط لهم حاجه او مفتاح سيبون او بونات مفتاح 13 براغي، مفتاح 13، واحد هنا واحد هنا واحد هنا المكان نتاعو. يعني عندك يعني 3 اماكن، والا في الفيربو كامل تالي، يعني تلقى عندها في الفيربو كامل تالي، في الكرانك من تالي، في الفولون موتور تلقى مكان حتى هو تحط فيه بولونة زي هذا، هو احسن من الفيربو كامل تالي. زوز هنا وزوز في الفيربو كامل، وواحده في الفيربو كامل تالي، يعني واحده هنا واحده هنا واحده في الفيربو كامل تالي، والباقي كلهم طبعا هذا توندير وواحد هذا ما عادي ما فيهم شيء. وهذه مضخة الماء ما فيهاش كلاج، ما فيهاش مسبوع، ما فيهاش تعديل. التعديل الكبير هو في الكامات الزوز هذوما 2 أربع كام. طبعا نحاول ندور الموتور لين نجيبوا هذوما اصحاح 3. ما تخافش يعني ما تتعبش، دور تو يشوك 3 اصحاح، وقتها حط البنات هذوما وحط البنات من خلف، وفك الشن تاعك وتركبها عادي ما فيها شيء. فكها وتركبها عادي ما فيها شيء، يعني زي ما فكيتها تركبها على حسب الريبرات اللي انت عملتهم، على حسب الاماكن اللي انت حطيت فيهم بولنات. يعني هذا هو المحرك، يعني ما مش حاجه صعيبه، يعني اللي يقدر يعملها، ما يقدر ما عايز ياخذها الميكانيكي. هذا المحرك هو اللي وريتكم الحزام تاعه، فيه لانجكتر يجوا من هنا، فيه هذه الفراشه كور بابيون، فيه الشمعات يجوا في وسط الكاش سباب هذا، في وسط الغطاء هذا، كاش من الغطاء هذا، فما الشمعات يجوا هنا بوجي. طبعا عندنا هنا مخزن الماء، وعندنا سيبور نتاع المحرك هذا، سيبور موتور كاوتش اللي على الشاسي، وهذا سيبور موتور بيلا هذا الالمنيوم. طبعا هذا مقياس الزيت. عندنا هنا من يعني دخول وخروج بنزينة، الانجكتورات اللي هم البخاخات، الكولكتور، يعني الحاجات اللي موجوده فيه، يعني سهل مش صعيب. وعملت لكم عليه فيديوهات قبل في الانجكتورات في المحرك هذا، وإن شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذايا موتور يسموه 2 لتر،
يعني 2 لتر يعني بتاع اتش دي اللي هو موجود في البيجو والستروين بعض السيارات. باش نوريكم الكراج نتاعها اللي هو المسبوع نتاعو، العملية سهلة وبسيطة ما فيها شيء، لأن هذا المحرك هذا ما فيش البومب اتش بي في الجنب، البومب اتش بي نتاعو من تالي تنوريها لكم. هذا من قدام ما عندك حتى شيء يعني فيه مشكلة، ما عندك يعني السبت هذه تركب الشان عندك كان الثقب هذايا، الثقب هذايا تحط فيه مفتاح كما هيك فقط، ما عندكش حتى حاجة أخرى، لأن هذا ما يحتاجش إلى معرفة كبيرة، لأن ما فيش بومب اتش بي من جنب أو بومب اجكسيون أو حاجة. كل ما في الأمر فيه أربع كام هذايا اللي بتشوفوا تحط فيه المفتاح هذا سهلة، ما تحتاج شيء من تالي من قدام، لأن عندك كما قلت لكم البومب نتاعو اتش بي جي في الأربع كام من تالي. طبعا ما تسحقش كلاج، ما تسحقش ميزبوان لأنها تركب فيه في الأربع كام. وبما أن وريتكم الكلاج نتاع الأربع كام من فوق يعني اللي هو مكان الحزام، وعندنا هنا طبعا الفولوم موتور نتاع المحرك هذا من ناحية، عندنا هنا ثقب، ها شوفوا الثقب هذايا، هذايا الثقب هذايا، الثقب هذايا عنده هنا تجي وقت تجي من تالي تجي تحط له حاجة من هنا مش يخرج، شفتوها هذه وقتها الفولوم موتور تدور، الفولوم موتور هذايا تبدا تدور لين تشد في المكان هذايا، يعني الثقب هذايا شفتوها هذايا، يعني سهل بالنسبة للديليتر اتش دي هذايا 2 لتر اتش دي هذايا سهل العملية نتاعو، ما فيش حتى إشكالية، عنده مسمار من قدام مسمار من تالي، لأن ما فيش بومب اتش بي من قدام ولا بومب اجكسيون من قدام، بومب اجكسيون اللي هي بومب اتش بي مكتوب راكبة في الأربع كام من تالي بجنب البومب فيت تاع الهواء، ضغط الهواء تاع الفرامل، يعني سهل العملية ما فيهاش حتى شيء. يعني المحرك هذايا معروف اللي هو 2 لتر هذايا، هنا يجو الانجكتيرات نتاعو في الوسط هما، وتجي الرومب نتاع الانجكتيرات هذا فوق منه، هذايا الرومب نتاع الانجكتيرات فوق منه، وسهل ما فيه حتى شيء، يعني كله يعني بالنسبة للكلاج نتاعو أو تعديل الحزام نتاعو سهل، ما فيش حتى حاجة كبيرة. إن شاء الله تنفعكم حاجات كما هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.